او اللي بتسموها انتوا التحفظ، احنا نقول منع المتهم من التصرف في امواله، واخد بال سيادتك؟ تحفظ على الاموال. هذا التحفظ على الاموال طبقا للماده 208 من قانون الاجراءات الجنائيه المعدله بعد حكم المحكمه الدستوريه القديم، انه المحكمه لا تصدر حكم، مش قرار، في الحته دي النيابه بتطلب من المحكمه والمحكمه تصدر حكم اما بتأييد قرار التحفظ او بفرض التحفظ ابتداء او برفض الطلب. امتى؟ بعد ما تفحص الادله وتتاكد ان الادله في حاله تأييد التحفظ او فرض التحفظ، يبقى الادله لازم تكون واضحه قدام المحكمه تبدي رايها فيها انها ترجح ادانه المتهم عند محاكمته، او الادله لا ترجح فيبقى ترفض الطلب. في الحالتين دول ها ايدت او رفضت، ابديت رايك في الادله في انها ترجح ادانه المتهم او لا ترجح ادانه المتهم، تملك هذا على عيني وراسي، المحكمة تملك هذا، لكن إذا فعلت تبقى غير صالحة لنظر الموضوع بقى. ودي مسألة متعلقة بالنظام العام، وقلت لسيادتك ولو تم الإجراء، يعني مضت المحكمة وأصدرت الحكم بموافقة الخصوم. وهل أموال الواحد حبيب العدل متحفظ عليها؟ في إيه؟ أمواله أو متحفظ عليها؟ ما هو بموجب هذا الحكم. آه. بموجب هذا الحكم اللي اصدرته المحكمه في شان التحفظ على الاموال، نعم متحفظ عليها. وبيصرف منين؟ بيعيش ازاي؟ اسرته عايشه ازاي؟ ربنا بيرزق يا سيدي وربنا بينسى حد. مش كلها بتعيش. لا يعني ما انت ما تقدرش تتحفظ على المعاش او الاجر. بتتحفظ على الاموال اللي هي في جرائم المال العام اللي هي بيتحفظ عليها على احتمال ان يعني هل ينفذ عليها. تتواصل حضرتك مع الرئيس الاسبق مبارك؟ اه طبعا. اخر مره شفته او كلمته؟ لا والله من فتره كده، لكن بتواصل معاه تليفونيا يعني. بيعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه. راجل قاعد عايش حياته. تعرف الرئيس مبارك السنه دي ما شاء الله ربنا يديله الصحه وطوله العمر، عنده 90 سنه في مايو الجاي ده يبقى 90 سنه. الراجل يقعد يعني أدى دوره بحلوه ومره و بيكتب مذكراته فعلا؟ أفندم؟ بيكتب مذكراته عن فترة الحكم؟ لا. كان في كلام طلع إنه ما بيطلع كلام كتير مش صحيح، لما هو لا يكتب شيء. مش يعني وما عندوش نية يعمل الكلام ده؟ على الأقل يبقى يعني تبقى موجودة لدى مؤسسات الدولة. والله ما أعتقدش ما أعتقدش في هذه المرحلة، لكن طبعا يعني من حوله ومنهم العبد لله الفقير بنجمع اشياء كثيره تصلح بعد كده ان احنا نستخرج منها بعض الامور. انما طبعا خد بال سيادتك، انا عايز اقول لك حاجه. الرئيس مبارك رجل عسكري ورجل كان قائدا للقوات الجويه، هو عمل مذكراته ما كان قائد عن مدة الفترة اللي قضى فيها قيادة القوات الجوية، وكتاب موجود واخد بال سيادتك ونزل من كام سنة. إنما عن المدة بقى لما بقى نائب رئيس ثم رئيس للجمهورية، الفترة دي ما كتبش فيها حاجة، ما كتبش فيها حاجة. فحضرتك مثلا وأستاذ جمال مثلا بتجمعوا؟ والله يا بيه انا ما اعرفش، انت فتشني يعني. لا لا بتجمعوا ايه الحاجات الوثائق اللي بتجمعوها او والله انا نجمع هذه الوثائق. انا شخصيا انا شخصيا يعني ومين اللي هيعمل الصياغه؟ الجزء اللي انا يعني عنيد بجمعه ايوه وجمعه فعلا هو من اول 25 يناير، لان ده الجزء اللي انا اشتغلت فيه في المحكمه في المراحل المختلفة اللي مرت بيها القضايا بتاعته. يعني هتجمع ايه يعني زي ايه مثلا؟ من 25 يناير ايه؟ لا يعني 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 ما الذي جرى؟ ما الذي جرى؟ طبعا والكلام ده انا قلته لو انا بترافع قدام المحكمة في سنة 2014
امام الشيخ محمود كامل رشيد. يا سلام. نعم طبعا طبعا. واخد بال سيادتك وانا اترفعت في اغسطس سنه 2000. قعدت ثلاث اعتقد جلسات مرافعه يمكن اربعه او اربعه اربع ايام. لان انا كنت بترافع عن